لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. نساهموا في استقرار البلاد، في استقرار المؤسسات، من رخوش كما راهم يستعملوا بعض الاخوه يروحوا لاكاس، احنا ما لناش لاكاس، وانا نقولوها كما قلنا في بانتكات، احنا البرشوك، حب من حب وكره من كره، احنا البرشوك تاع البلاد، يهمنا استقرار بلادنا، يهمنا والحمد لله يعني حتى السيد رئيس الجمهوريه، معناها قرارات شجاعة في صالح العمال الآن أي يعني توسع زيادات إدماج لأن الإجراءات بالنسبة للقانون صارمة ولا ترحم وبالتالي فالباب مفتوح في أي وقت يوميا يوجد مفتش لاستقبال المواطنين واستقبال العمال في أي منظمة وفي أي وقت فلا تبخلوا أنفسكم لكي نشأت من قرار تنعكس بخلفيات سلبية على العام وتؤدي أحيانا حتى إلى التسليح العام وبالتالي فلا تقولوا أنفسكم وشكرا لكم وتحية الجزائر. أحقق كل أمل هذا الشعب في وطن ينعم بالمزيد من العزة والكرامة والطموح وبمجهود بمجهود وسواعد أبنائنا وبلدنا. تمثل الآن هذه الذكرى هذه المحطة للوقوف على تضحيات الجسام والنصيب الزاهر والحافل للمآخر والمواقف الوطنية للعمال الجزائريين في كل المجال استجابة لنداء الوطن أين قدموا كل ما بوسعهم فألف تحية وتقدير وامتنان لكم ولإخواننا العمال المتقاعدين كما كان العمال الجزائريين دائما في الصفوف الاولى الصفوف الاماميه في معركه البناء والتشييد. بادئ الامر مرحبا بكم في بلديتنا وفي ولايتنا ولايه المغير بلديه بالضبط بلديه جامعه في هذا اليوم المبارك اليوم الفاتح من ماي هو يوم العالمي للعمال. بادئ الامر ان اشكر مجهودات الذي يحث دائما على تحسين القدرة الشرائية للمواطن وتحسين الظروف الطبيعية والملائمة للعامل من أجل التفاني في خدمة الوطن. مرخوكي محمد سلام عضو المكتب الولاية الاتحاد العام الجزائري بولاية المغير. في هذه المناسبة عيد الشغل احتفلنا باحتفالية متواضعة لتكريم العمال المتواجدين حسب ولاية المغير من كل الفئات من الصحة من البناء من التعمير من الحماية المدنية من الجامعات المحلية. بهذه المناسبة العظيمة اللي هي عيد العمال لسنة 2023 نشكر الاتحاد الولائي لولاية المغير على هذه الالتفاتة وخاصة العمال المهندسين الرسميين تاع النظافة، هادو هم العمال هم الركيزة نتاع العمل الجزائري، وكان يخطونا هما نروحوا في غبي. رحيم محمد الأخضر برتينا عضو الأمانة الولائية للاتحاد الولائي المغير بمناسبة اليوم العالمي للشغل عيد العمال مصادف والموافق لأول ماي من كل سنة أتقدم بأحر التهاني والتبريكات لكل عمال الولاية باسمي الخاص ونيابة عن كل أعضاء الأمانة الولائية. بمناسبة اليوم العالمي للشغل نظمنا اليوم كاتحاد ولاية لولاية المغير احتفالية بدائرة جامعة حيث تم في هذه الاحتفالية حضور كل السلطات الولائية المدنية والعسكرية والمجتمع المدني وتم في هذه الاحتفالية تكريم مجموعة من العمال المتقاعدين كما تم ايضا تكريمات لكل المؤسسات التي قامت باحياء هذه الذكرى وشكر موصول لسعادة
السيد رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية جامعة، بالتنسيق مع الاتحاد رئيس اللجنة السياحية.